توفي المخرج والكاتب والممثل السوري حاتم علي، وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة للفنانين وجمهوره. وقد أعلنت الفنانة كارول سماح الخبر الحزين بتغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت: محزن وصادم جدا خبر وفاة المخرج السوري الموهوب حاتم علي. وتابعت كارول سماحة: صباح اليوم صاحب الأعمال الدرامية الرائعة الله يرحمه ويصبر عائلته وأهله. ونشرت بعض المواقع الإلكترونية أن سبب وفاة حاتم علي تعرضه لأزمة قلبية أثناء تواجده في مصر. والجدير بالذكر أن حاتم علي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على أجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل سنة 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي. وقع على الكثير من الأعمال الدرامية ما بين تمثيل وإخراج وكتابة وإنتاج، ونال بموهبته عشرات الجوائز طوال مسيرته الفنية. من أعماله بالتأليف مسلسل القلاع الذي أخرجه مأمون البني، وألف فيلم تلفزيوني بعنوان الحصان أخرجه بنفسه، ومن أعماله التمثيلية الكابوس، هجرة القلوب، أحلام مؤجلة، الجوارح، الغريب والنهر، بنت الدرة.